السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم إخواني وإخواتي في الله مع قناة احفظ وتعلم. إن شاء الله النهاردة معتنا مع حكم الثالث من أحكام النون الساكنة وهو الإقلاب. يعني إيه إقلاب؟ يعني قلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاة عند الباء مع بقاء الغنة. يعني تقليب النون الساكنة أو تنوين تقليبها إيه؟ تقليبها ميم لو جه بعدها حرف الباء، وطبعا بجيب الغنة في الميم. طب حروف الإقلاب إيه؟ الإقلاب هو حرف واحد بس وهو الباء. يعني لو أتي نون وراها باء أعرف إن الحكم إيه، اسمه إقلاب. وهنعرف دلوقتي إن شاء الله نستخرج من القرآن الكريم. الإقلاب ده ممكن يجيلك في كلمة أو كلمتين. يلا بينا القلم والرصاص والمصحف معانا ونطبق الحكم الإقلاب من القرآن الكريم. تعالوا ناخد مثال كده. إحنا قلنا الإقلاب ممكن يجيلك في كلمة أو كلمتين، قلنا حروفه إيه؟ حرف واحد بس اللي هو الباء. يعني عينيك على النون او التنوين وتشوف الحرف اللي جاي بعده. عندك اهي النون خاليه من الحركه، بعدها حرف الباء، ومن علامته في المصحف بتلاقي الميم المقلوبه دي، مش الميم المعدوله، لا الميم المقلوبه دي. معنى كده ان بيقول لك انطقي النون ميم، انطقي ايه؟ النون ميم، وتجيبي غنه في الميم دي. يعني هتقوليها ازاي؟ إذن بعث إذن، يعني نطقت الايه؟ النون، نطقتها ميم وجبت غنه فين؟ في الميم. يبقى معنى الإقلاب هو إقلاب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاة مع مراعاة الإيه؟ الغنة في الميم. خلاص هي جايلك كده مع النون الساكنة. طب تعالوا ناخد مثال كمان في نفس الصورة برضو بذم، برضو لاحظت أهو الميم مقلوبة من فوق أهي. يعني أول ما تشوفيها حتى من غير تفكير اعرفي إن ده حكمه اسمه إيه؟ حكمه إقلاب. عندك نون ساكنة وراها حرف الباء، قلبت النون إلى ميم وتجيب الغنة في الإيه؟ في الميم. هتقوليها ازاي؟ بذنبهم بذنبهم. طبعا خلي بالك في الاقلاب ما تتكيش بشفايفك او تجزيها قوي، ولا انت تعملي فرجه، لا هو يا دوبك تلامس ايه خفيف مع مراعاه ايه شده الباء بعدها. بذنبهم. خلاص كده. مثال كمان في سوره الهمزه برضو جايلك برضو في كلمه واحده اهي، كلا لا ينبذن. طبعا انت عندك اهو نون خالية من الحركة، بعدها حرف الباء، اللي هيحصل هتقلب النون الى ميم، يبقى هتقلب النون ميم. خلاص مع مراعاة الايه؟ مع مراعاة الغنة. هنا هتجيب غنة في الميم وتجيب برضو شدة الباء وانت ماشية، ما تخفاش معي. لا ينبذن. خلاص كده. يبقى ايه اللي حصل؟ نطقتي النون ميم، ما نطقتش نون بقى كده، نطقتيها ميم وجبت غنة في الميم. يبقى من علامته اهو جايلك الايه؟ الميم على النون من فوق. يبقى ده اول ما تشوفيها هتعرفي ان ده حكمه اقلاب. تعالوا بقى هنا جايلك الاقلاب من كلمتين، من بخل. طبعا عندك النون ساكنه وراها ايه؟ وراها حرف الباء، فهيحصل ايه؟ هتقلب النون الى ميم. يبقى هنطقيها من بخل. خلاص مع مراعاه غنه الايه؟ الميم. يبقى دلوقتي قلبت النون الى ميم مع مراعاة الغنة في الميم بالحكم اللي اسمه ايه؟ اقلاب. وجاي لك اهو في كلمتين. مثال كمان جاي لك في اخر الآية، لو بتبصليها طبعا بالبسملة هتلاقي تنوين بعد حرف الباء، الباء من حروف القلقلة، يبقى تقلب الضمة الثانية اللي هي النون الزائدة الى ميم عشان حرف الايه؟ الباء من حروف الاقلاب. يبقى تنطقها ازاي؟ نار حامية بسم. خلاص حامية، او يبقى احنا جبنا قلنا في الايه؟ في الميم. مثال مع التنوين عندك كلمة كرام بررة. طيب هنا عندك تنوين بالكسرتين، تمام كده، بعده حرف الايه؟ الباء، الباء من حروف القلقلة. ايه اللي هتقلب؟ هتقلب الكسرة التانية اللي هي عبارة عن نون زائدة. ما هي التنوين عبارة عن ايه؟ عبارة عن نون زائدة، فقلبت النون الزائدة اللي هي الكسرة التانية الى ميم، فاصبحت كرام ميم. نطقنا الايه؟ ان ما قلناش كرام، ما نطقناش نون كده خالص، لا احنا نطقنا ايه؟ نطقناها ميم، نطقناها ايه؟ ميم. خلاص مع الغنة كرام برارة. خلاص كده. يبقى انطق النون التانية اللي هي النون الزائدة بتاعت التنوين، ينطقها ميم لانها قلبت الى ايه؟ ميم، عشان جه حرف الباء اللي هو من حروف الايه؟ الاقلاب. وتلاحظ ان الميم محطوطه من تحت ليه؟ لان طبعا هنا التنوين بالكسر،
فبيتحط لك على حسب الايه، على حسب التنوين. لو التنوين بالكسرتين هتلاقي الميم من تحت، لو التنوين بالفتحتين هتلاقي الميم من فوق. خلاص كده، لان هو ايه اللي بيتقلب؟ ما هي التنوين، هي النون الزائدة التانية. خلاص كده، ناخد مثال كمان. ولاحظت هنا الكلمة جاية لك في ايه، في اخر السورة. طب هو حاطط لك الميم ليه؟ حاطط لك الميم عشان لو بتوصلي بالبسملة، فهتلاقي طبعا تنوين بالضم بعده حرف الباء، يبقى هنا الحكم يبقى اسمه ايه؟ اقلاب. يبقى هتقلب الضمة الثانية اللي هي النون الزائدة الى ميم. يبقى تنطقها ازاي؟ مقصدة بسم الله. ده في حالة ايه؟ في حالة الوصل. يبقى هو جايبها عشان لو انت بتوصلي بالبسملة هتجيبي حكم الايه؟ الاقلاب. مثال كمان برضو جايلك في اخر السورة، كلمة توابا بسم، لو بتوصلي برضو هتجيبي هنا حكم الايه؟ الاقلاب في سورة النصر. تمام كده، لان طبعا برضو التنوين جه بعد حرف الباء، والباء من حروف الاقلاب، يبقى تقلب الفتحة الثانية الى ميم وتنطقيها ميم مع مراعاة الايه؟ الغنة. توابا بسم. خلاص كده، وبكده يبقى خلصنا امثله على حكم الاقلاب. انتظروني ان شاء الله مع التدريبات على الاخفاء الحقيقي. متنسوش الاشتراك واللايك والشير عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.